اخر الرقابه العامه. طيب هنا ايه مسؤوليه المحامي؟ لا توجد اي مسؤوليه بنائيه على المحامين. احنا مطلع حضرتك البروتوكول اسقطنا كل الخصوص الجنائيه في العشر جرائم اللي موجودين في قانون الضرائب. العشر جرائم اللي مفيش قصد جنائي في المقتضى ده في مقتضى البروتوكول يمكن ان تنزل للمحامي. بمقتضى ما وقع عنها. اذا احنا دخلنا في حاجه جديده بقى لضريبه القيمه المضافه. القيمة المضافة احنا كنا عملنا لها بروتوكول. البروتوكول ده صار برضه عشان أذكر نفسي وأذكركم. البروتوكول ده عطل اللائحة التنفيذية لخروج القيمة المضافة 8 أشهر. عطلنا إصدار اللائحة لائحة القيمة المضافة 8 شهور. مش الشوم مش التجاوز ولا التطاول ولا قلة الأدب. إنما عطلناها بالاقتناع والقناعة لغاية ما وضعنا خلال سنة قانون أو لائحة ترتب ضريبة مقطوعة عشان نخلص المحامين من شر تحت الحساب ومن شر التخدير الجزافي. حصلت مقاومه من مصلحه الضرائب، اعضاء اللي في مصلحه الضرائب مش اصحاب مصلحه في تسويه الموضوع على فكره، وانا بقول لكم حتى الان بتوع الضرائب مش عارفين الموضوع في حاجه. زي بالظبط اخواننا بتوع السياسه. ليه مش عايزين بتوع الضرائب؟ لانه طبقا للقانون هم ليهم 1% من قيمه البيدفع. 1% اثابه على اللي بيدفع. لو احنا قللنا المدفوع قلت القيمه اللي هيحتسب على اساسها 1%. هو صاحب مصلحه انه يدبحك وتدفع على قد ما يقدر علشان نصيبه في 1% ارتفع. علشان كده كان في مقاومه. الحق ده عايزين يدخلوا المكتب، الحق دول عايزين يسجلوا المحامين، الحق ده بعتيه جواب يقول للمحامين تعالوا سجلوا، ده بعتوا لي جواب يقول احنا سجلناه. مش كده؟ ده حدث علشان نعطلوا الاتفاق اللي تم. لما جينا نضع اتفاق جديد قلنا نحط النقاط فوق الحروف. النقاط فوق الحروف. الضريبه مقطوعه. جزء ابتدائي في الناس 20 40 60. 2 مفيش اقرار شهري. مذكور في البروتوكول انك بتقدم اقرار اقرار القيمه المضافه مع اقرار الدخل في نهايه السنه. مفيش الزام بانك تروح تسجل ولا ان حد يجي لك علشان تسجل. لا المحامي ناقصه ولا المجتمع ناقص ولا رقابه المحامي ناقصه حد يقدر عليه. علشان لازم الناس تفهم ان احنا الهجمه يا اخوانا عارفين لو انه الانتقاد ده والهجوم ده من عموم المحامين المتالمين فعلا من الفعل او من الثراء انا ما بتعرفش. لكن الحقيقه في ظاهره ان كل اللي صدق في الانتخابات كل اللي صدق في الانتخابات نصبوا من انفسهم مرشدين للمحامين. ما حصلش حاجه علشان تعاجب المحامين كلفناها ملايين الجنيهات. لما تيجي تعالج المحامي مش هتدفعه تكاليف المستشفى. لازم تديله احسن او لازم تديله مساهمه. هتساهم فيه اقل من اللي ساهم فيه نقابه الراتب 90% يبقى ما عملناش حاجه. هتدفع 90%. طب نقابه الراتب 90%، طب تكاليف المستشفى تروح فين؟ تاني سنه تقع المستشفى وتقفل بتوع نقابه المحامين وتقفل. فده كان مشروع لو خصص للعلاج المحامين فقط فشل. عشان كده احنا اتجهنا لفكره العلاج نظام العلاج الحالي اللي احنا فيه بنحسن فيه بنجود فيه بنعلي فيه زي ما حكينا لحضراتكم، لكن هو ده احسن الحلول المتاحه. جالنا الان مشروع ضخم
بيقول ان احنا مستعدين نمول شركات سعيد، نمول مشروعات لثلاث مستشفيات عالميه ومنذ جانب بقيمه اجماليه يمنع اي محامي من ان يقدم شكواه في الوقت المناسب وفي المكان المناسب. المحامي بطل بفطرته يعرف متى يقدم طلباته ومتى يدفع بالدفوع الشكليه ومتى يتحدث في الموضوع. المحاماه ليست وظيفه ولا حرفه ولا شطاره ولا كهلوه ولا صوت عالي. المحاماه تعلم المجتمع الادب في المرافعه وفي الطلبات وفي الخلاف وفي الانتقاد وفي المسؤوليه. احنا تربينا على كده. اعود لاهنئ زملائي المحامين السنه الهجريه الجديده والسنة الخطية الجديدة والعام القضائي الجديد. كل عام وانتم جميعا بخير وبركة. ايضا اسمح لي قبل ان ادخل في موضوعي